بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب كل الترحيب بالحضور الكريم وخصوصا ضيوفنا الأعزاء من الشركات العربية والأجنبية في هذا اليوم الذي يمثل نهاية لجهود كبيرة بذلتها وزارة النفط، وهو بنفس الوقت بداية أيضاً لجهد أكبر وفرص أكثر ستنعكس على كل مفصل من مفاصل اقتصادنا الوطني. اليوم وعلى بركة الله تقام هذه الفعالية لتنافس الشركات على الحقول والرقع الاستكشافية والبالغ عددها 29 حقل ورقعة ضمن ملحق الجولة الخامسة وكامل الجولة السادسة. منذ الأيام الأولى لمباشرة هذه الحكومة مهامها وبعد تصويت مجلس النواب الموقر على البرنامج الحكومي الذي أفرد باباً واسعاً لرؤية الحكومة في تحقيق هذا الشعار نحو الاستثمار الأمثل للنفط والغاز، تضمن هذه الرؤية سياسة جديدة ومشاريع تنهض بواقع الثروة النفطية، وأولوية الاقتصاد ضمن الأولويات الخمسة للحكومة بالتأكيد تمر أيضاً من خلال الاستثمار الأمثل لهذه الثروة، لأن ما متوقع من عائدات يجب أن توظف للنهوض بباقي القطاعات، الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وباقي الفعاليات التي ينتظر منها شعبنا العزيز، هذا الشعب المجاهد الصابر، أن ينعم بهذه الثروة ويوفر له الحياة الكريمة. اليوم رغم أننا تأخرنا في تحقيق الاستثمار الأمثل لثروتنا النفطية والغازية، لكن من خلال هذا الجهد وخلال عام ونصف نستطيع القول وبكل ثقة أن العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية في المنطقة والعالم. لقد وضعنا منذ اليوم الأول هدف استثمار هذه الثروة بدءا من إيقاف حرق الغاز المصاح الذي سيتوقف إن شاء الله خلال 3 إلى 5 سنوات بعد إكمال المشاريع التي أبرمت في الأشهر الماضية، فضلاً عن إيقاف الآثار البيئية لهذه العملية، إضافة إلى كونه هدر للثروة فهو ينتج عن آثار مدمرة على المناخ والبيئة وحياة الإنسان. كذلك فإنه وضمن هذه الرؤية نتوجه إلى استثمار ما لدينا من إنتاجية للنفط وتحويلها نحو الصناعات التحويلية من البتروكيماويات والمصافي، حيث وضعنا هدفا بتحويل 40% من إنتاج النفط خلال 10 سنوات القادمة. استثمار الغاز الحر الذي ينفذ من خلال الجولة
السادسة، وهو حدث مهم لاستثمار هذه الثروة المعطلة طيلة عقود من الزمن. مع هذه المشاريع فإننا نمضي للمشاريع النفطية المتكاملة والتي أعلنت أيضاً، ويجري حوار وبحث مع الشركات في عدة مواقع وحقول، كذلك إنشاء منصة الغاز الثابتة في ميناء الفاو الكبير. عندما نستعرض هذه المشاريع مع مشروع العراق الكبير طريق التنمية، والذي وضعنا ضمن تصاميمه الأولية إنشاء خط لنقل النفط والغاز، فإننا نؤسس إلى وضع جديد للعراق على مستوى سوق الطاقة العالمية. لقد عملت الوزارة خلال الأيام الماضية في الإعداد لهذه الجولات من خلال عقد الورش واللقاءات وإطلاق الحقائب المعلومات وتوفير وثائق المناقصات الأولية والاجتماع مع الاستشاريين العالميين، وورش للعمل للإجابة على الاستفسارات وتعريف أبعاد الجولات، واليوم نصل إلى هذه الفعالية. الآن لدينا عشرات الشركات العالمية الرصينة والمهمة تتنافس لتتعاون في استثمار ثروة العراق في هذا المجال، وهذا بالتأكيد دليل على زيادة الترابط، ترابط العراق بالاقتصاد العالمي. أيضاً من خلال هذه الإجراءات نسجل نجاح الأجهزة والوزارات المعنية في تهيئة البيئة الملائمة لإطلاق هذه المشاريع. نؤكد في هذه المناسبة أيضاً التزامنا كحكومة في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للعمل أمام الشركات الأجنبية، وأن تعمل كل مؤسسات الدولة بعيداً عن الوسائل الإدارية البيروقراطية والروتين المعقد من أجل تسهيل بيئة الأعمال. كذلك نود الإشارة إلى أننا باشرنا في إصلاحات حقيقية في القطاع الضريبي والجمارك وكل ما يتعلق بأعمال الشركات، وخصوصاً في الجانب الإصلاح المصرفي من أجل استكمال عناصر البيئة الاستثمارية المثالية لعمل الشركات الأجنبية. سبق وأن ذكرت في فعالية جولة التراخيص الخامسة في التأكيد على وزارة النفط للقيام بدورها في رسم هذه السياسة والمبادرة والاندفاع بقوة بدون تردد لوضع الخطط المثلى لاستثمار هذه الثروة. وسوف تجد منا كحكومة وبالتأكيد من مجلس النواب الموقر وخصوصاً لجنة الطاقة النيابية رئيس وأعضاء هذه اللجنة كل الدعم والإسناد وعدم الالتفات إلى أي أصوات معطلة يكفي تعطيل لاستثمار هذه الثروة. نريد من هذه الوزارة أن تأخذ بزمام المبادرة بإجراءات سريعة وواثقة، وسوف تجد منا جميعاً كل الدعم. نتمنى للشركات المتنافسة كل التوفيق في هذه الفعالية، ونأمل منها أن تباشر بتنفيذ الأعمال بأسرع وقت ممكن،
وأيضا أن تضع المسؤولية الاجتماعية لأهالي المنطقة ضمن خطط هذه الشركات. أيضا وجود السادة المحافظين في هذه الفعالية هو تأكيد على دور الحكومات المحلية في دعم كل الجهود التي ترمي إلى توفير البيئة المناسبة لعمل هذه الشركات في هذه المشاريع الحيوية التي حرصنا أن تكون في أكثر من محافظة لتحقيق أوسع تنمية في عموم محافظاتها. كل التقدير والاحترام للجهود المبذولة، نتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.